اليوم ليلى عم نحكي يمكن نحن صرنا بزمن كثرت فيه الحروب، كثرت فيه الكوارث، كثرت فيه يمكن الظروف الحياتية الصعبة، فيمكن منتسأل كثير بالحياة يا ترى نحن كيف عم نكون من الداخل، كيف عم تكون صحتنا النفسية اللي هي أكيد لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية. اليوم عم نمر بكثير من المشاكل، بكثير من الضغوطات اليومية اللي عم بتأثر بشكل كثير كبير على صحتنا يا ليلى. للأسف يا عادي، ومثل ما ذكرنا بالمقدمة يعني اليوم كثير تأثير الضغوطات النفسية صحيح. عم تنعكس على جسدنا. اليوم ما في حدا ما عنده ضغوط، هي الضغوط قديه عم تنعكس، قديش في أمراض جسدية من وراء هذا الضغوط النفسي. اليوم الأب أو الأم وقت العالم يجوا من برا عم يكونوا مضغوطين سواء بالشغل أو بأي شيء، عوامل الخارجية عم بتصير معهم كله اليوم عم ينعكس على الأولاد. نحن وقت عم نكون متوترين عم ينعكس هذا الشيء على الأطفال بالمنزل كمان، هنون عم يتعرضوا لضغوطات نفسية، وكمان المشاهد اللي عم نشوفها اليوم سواء الحروب أو أي ضغوط معينة عم نمر فيها. لهيك اليوم رح نحكي عن تأثيرات الضغوط النفسية على صحتنا الجسدية، ونناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت بالاستوديو الاختصاصية التربوية يارا أحمد. يسعد صباحك يارا. صباح الخير، صباح النور، صباح التفاؤل والأمل بشغلات منيحة إن شاء الله. الله سعد صباحك وصباح الخير لك. اهلا وسهلا فيكي. اليوم عم نحكي استاذه يارا عن موضوع كثير مهم بهم كل الاشخاص. اليوم ما في اي شخص اليوم بالحياه الا عم بيمر بضغوط نفسيه، وخصوصا الظروف يلي عم نمرق فيها اليوم. خلينا يمكن نقول الصحه النفسيه كمفهوم، يمكن هي كثقافه ما في كثير وعي عند الناس، خلينا نعطيهم تعريف مبسط عن الصحه النفسيه واهميتها بالحياه. تمام. الصحة النفسية بمصطلحها هي قدرة الفرد على التلائم للتغييرات، ولا للتغييرات اللي عم تحصل معه، ولا تغيير بالحياة اليومية، بالحياة الروتينية، قدرته على التفاهم، قدرته على حل المشاكل، قدرته على التغيير بأي روتين بحياته، قدرته على حل المشاكل اللي عم يتعرض لها يوميا، التوازن النفسي، التوازن العاطفي، قدرته على انه يتوازن عاطفيا مع اهل بيته، مع بينه وبين حاله، مع وقدرته على التوازن مع المحيط، البيئة المحيطة فيه، قدرته على انه يشحن حاله بطاقة إيجابية. هي يمكن من أهم الشغلات اللي نحن لازم ننتبه عليها، ولازم الشخص تكون موجودة عنده لحتى نمرق أو لحتى نحن نقدر نتجاوز المهام، الحياة الصعبة، نتجاوز الحياة اليومية. لازم يكون عنا طاقة إيجابية ونقدر نشحن حالنا بطاقة إيجابية. الصحة النفسية هو مصطلح كتير مهم، بس نحن هل نحن كنا صحيحين نفسيا؟ يعني هل نحن عنا قادرين على تجاوز المشاكل نحن عم نعاني منها؟ للأسف لا. نحن في عنا دائما نحن منشوف نحن كأشخاص، كأطفال، كناس نحن عم نشوفه، منلاقي نحن كلياتنا عنا مشاكل. بس الصحيح نفسيا هو نحن هاي بيقولوا كيف بدنا نقولها، هي أمل، هي نحن بنأمل نحن نكون كلياتنا صحيحين نفسيا، نحن نقدر نعيش برفاهية، رفاهية جسدية ونفسية، لكن هذا الشيء كتير صعب. وهذا حلم لكل شخص نحن، مهما كانت ظروفه، إن كانت مادية، إن كانت ظروف مادية منيحة، إذا كان ظروف مادية سيئة، كلياتنا عم نحلم بهذا المصطلح. لكن نحن مشكلتنا الأساسية نحن بالظروف اللي عم نمر فيها ما عم نقدر نفرغ حالنا من الشحنات السلبية، ما عم نقدر نحن نتخلص من نتجاوز المواضيع نحن عم نشعر فيها. فللأمانة نحن وقت اللي بنحس بهذا الشيء لازم دائما نحن نفرغ الضغوط عم نعاني منها سلبية، وهون نحن عم يجيني استشعار احنا مو بس نعد والآباء، احنا كضغوط وعنا هذا الموضوع هذا على الأطفال. يعني احنا الأمانة بتجي لعنا الأمهات من أكثر الاستشارات اللي عم بسمعها هالفترة، أنه أنا عم فرغ طاقتي السلبية إن كانت أم وأب بأطفالي، لأنه هني غير قادرين على الرد، فأنا هذا الموضوع عم يرخي بزلاله على الأطفال. قديش هذا الموضوع ما عم يسبب مشاكل الأطفال، قديش عم يسبب لهم مشاكل صحية ونفسية، عم يترخي بزلال على الجسد، وعم ترخي بزلال على النفس، على الصحة النفسية للطفل. فأنا دائما بتجيني أمهات بتقلي أنه أنا مثلا عم بضرب ابني، أنا عم قوم بإيذاء ابني، عم قل له ألفاظ معينة، عم قل له مصطلحات معينة، فعم ترجع بنهاية اليوم عم تلوم حالة، عم تلوم حالة على هاي المصطلحات. أنا ليش عم أقولها؟ لأنه هي ما عم يكون عندها القدرة على شحن حالة، على تفريغ الطاقة السلبية، وشحن حالة ثاني يوم لتقدر أنه هي تتجاوز هذا الموضوع وترجع يعني ترجع أنه تكون بطاقة إيجابية لحتى تقدر تتعامل مع الضغوطات الحياة اليومية. نحن هون ثغرتنا.
عدم تفريغ الطاقة السلبية عم يخلينا نشحن بطاقة عم نفرغها مع الأشخاص المحيطين ومع أطفالنا. ذكرتي نقطة كتير مهمة إنه عدم تفريغ الطاقة السلبية. اليوم كتير من الأشخاص بيسمعوا هذا الحكي بيقولوا نحن عنا ضغوط، ذكرتي الظروف المادية، أي شيء اليوم، ضغوط العمل، ما فينا نحن نطلع من هذا الشيء، نحن كيف بدنا نفرغ هي الطاقة السلبية ونحن بهي الظروف؟ لكن ما بيدركوا تأثير هذا الشيء على صحتهم النفسية، على صحتهم الجسدية، قديش اليوم في أمراض عم يتعرض لها الواحد من وراء الصحة النفسية السيئة، وكمان عم ينعكس على الأطفال. اليوم نحن كيف بدنا نقدر نطلع من هذا التوتر والقلق لحتى ما ينعكس على أطفالنا؟ اليوم كيف بيظهر هي العلامات على الشخص اللي هو فعلا عنده قلق وتوتر وضغوط نفسية؟ اليوم أكيد في أشخاص بيبين علي أكثر من أشخاص. طبعا أكيد. هلأ نحن وقت بدنا نجي للأعراض، إذا بنروح نحن للأعراض إنه نحن كيف الشخص ممكن نشوف إنه عنده مشاكل نفسية. هلأ في مشاكل بتستدعي تدخل معالج نفسي، وفي مشاكل بتستدعي إنه إحنا فينا نتجاوزها باستشارات معينة وإرشادات معينة. هذا الشيء بيرجع لتأثير الصدمة، لتأثير الأعراض اللي أنا عم حسها. أنا طبعا هذا الموضوع هو الدكتور المختص أو الأخصائي المختص هو اللي بيقدر هذا الموضوع، بيحدد إنه هل أنا محتاجة إني أروح لعند دكتور نفسي مختص أو معالج نفسي مختص. فأنا مهمتي إني أنا أستشير الناس المختصين بهذا المجال، ما أتصرف بشكل مفصلي أو بشكل شخصي أو أنا أخذ آراء الناس المحيطين فيني. أنا من أهم الأعراض اللي نحن يمكن هلأ إذا بننتبه على حالنا بنلاقي نحن كتير أعراض عم نحسها، بس نحن ما عم نعرف إنه هي أعراض، إنه نحن في عنا مشاكل نفسية أو في عنا مشاكل بحاجة لاستشارات. مثل مثلا نحن تقلبات النوم أو عدم أو الأرق أو عدم القدرة على النوم، كتير بتشوفي أنت أحيانا وقت اللي بيصير صدمة معينة أو بتصير مشاكل معينة عند الأشخاص بتلاقي حالك إنه أنت غير قادرة على النوم المنتظم، بتفيقي أثناء بتفيقي يعني نوم متقطع خليني أسميه، بتلاقي حالك إنه أنت بتطولي لحتى تنامي. هي من أهم الأعراض اللي نحن بنشوفها. بنشوف نحن قلة شهية الأكل أو بشكل معاكس إنه نحن بيكون عنا زيادة بالأكل، بتفريغ الطاقة بهذا الموضوع. يعني بيعتبروا إنه مثلا أنا ما فيني، أنا ما في شيء قدامي أو ما في، أو تسمعي مصطلح يمكن أنت رح تشوفوه كتير، إنه أنا ما في شيء بيبسط بهالحياة إلا الأكل. كتير نحن بنشوف هذا الشيء متفشش بالأكل طبعا، فبيشوفوا مصدر ساعاتهم الأكل. وللأمانة في ناس كتير بتشوف أنت طريقة تفريغ طاقتنا هي ما بتجي، هي في إرشادات عامة، لكن كل شخص هو حر بتفريغ طاقته. لأنه مثلا أنت في ناس بتنبسط انه هي بس تبكي بترتاح. بتشوفوا مثلا ناس معينه انا بتقلك بس ابكي انا بحس بطاقه، بفرغ الطاقه اللي جواتي. في ناس بترتاح بالحكي، في ناس بترتاح بممارسه الرياضه، في ناس بترتاح بالمشي، في ناس بترتاح بوجودها بشخص عند شخص، في ناس يعني شخص محبب بالنسبه لها ان كان زوج او ام او اب. كل انسان هو بفرغ الطاقه السلبيه الموجوده عنده بطريقه معينه. انا ما فيني اقول انه كل الناس لازم تفرغ بنفس الطريقه، بس انا اللي بيهمني بشيء محدد انه انا طريقه تفريغي تكون ما فيها ايذاء لي. يعني انا مثلا في ناس كثير انتم بتلاحظوا على حالكم انه ممكن انا افرغ طاقتي عن طريق الحديث مع شخص معين بيريحني، مجرد ما فشيت خلقي بهي المرحله انا برتاح، برجع بشحن حالي من اول وجديد. بس انا اهم شيء ما اكبت احكي الشغلات اللي انا عم مر فيها. فانا انت لازم هون ننتبه على المصطلحات هي كتير، انه انا وقت انا بشوف انه مثلا عندي مشكله معينه او عندي شيء معين، انا اهم شيء اني انا لاقي الطريقه اللي انا افرغ فيها. يعني انا مثلا كثير بيجون عندي اشخاص بيقولوا لي انه انا عم عاني من ضغوط معينه، انا متوتره ما عم برتاح بالرياضه، لانه انت ما مو ساعدتك بهذا الموضوع. انت لازم تشوفي الطريقه المريحه بالنسبه لك لحتى انت تقدر تفرغ الطاقه السلبيه الموجوده عندك. فكل شخص له طريقه بعلاجه، كل شخص عنده اعراض معينه. نرجع للاعراض، فنحن بنشوف مثلا بيكون عندنا توتر، انفعاليه شديده، ضوجان، بتلاقي حالك ممكن يزيد دقات القلب، حتى هذا الشيء عم يروح لمنحى جسدي. بتلاقي مثلا وجع بالراس، بتلاقي وجع بالبطن، حتى بتروحي لعند الدكتور بيقول لك الدكتور انت ما فيكي شيء، وهذا الشيء ممكن يقلب لكولون عصبي. ويمكن احنا كثير سمعانين بهذا المصطلح الكولون العصبي نتيجة تعرض الشخص لضغوط نفسية شديدة، وهذا الشيء ممكن يعمل تأثيرات مزمنة. بتلاقي الشخص دائما عم يعاني من سرعة بدقات القلب، حتى ممكن صداع كمان بيترافق معه، اسمع صداع. ممكن في ناس كتير تلجأ لدكاترة قلبية عم تحس انه تعتقد انه في مشاكل بالقلب طبعا تماما. اكيد. فهذا الموضوع شوفي قديش بيأثر، مو بس على الشخص، بيأثر على صحته وعلى نفسه.
نفسيته وعلى جسده، بيأثر كمان على الأطفال. وأنا هون تركيزي على الأطفال، دائما نحن طاقة الطفل أو السلوكيات اللي بيعمل الطفل هي ناتجة عن مزاجية الأم، أو حتى خلينا نقول مصطلح أكثر، الصحة النفسية للأم. فكل الأمهات رجاء دائما اعتنوا بصحتكم النفسية، لأنه هي بترخي بظلال على الأطفال. كل المشاكل والسلوكيات اللي عم يقوم فيها الأطفال هي ناتجة عن خلل بالصحة النفسية الموجودة عند الأم، خلل بنفسية الأم. بما أنه ذكرتي موضوع الأعراض اللي ممكن تظهر اليوم نتيجة إن كان في مشاكل بالصحة النفسية، للأسف ممكن في أعراض ممكن تكون صامتة أو غير مرئية أو كاذبة. بتلاقي كثير من الأشخاص بيمروا بحالات نفسية معينة، ولكن بتلاقيهم دايما مبتسمين متفائلين، عم يخفوا شيء هذا السلبي بحياتهم، وهذا الشيء يمكن عم بيؤدي لكبت نفسي، وعم نشوفه وعم نلاحظه بشكل كثير كبير يمكن عند فئة الشباب. عم نشوف نسبة الوفيات نتيجة الضغوط النفسية. خلينا نوضح هي الفكرة. تمام. هلا نحن كثير عم نشوف نسبة معينة، في نحن عندنا حالتين. في نحن عندنا الحالة الأولى هو قدرة الأشخاص على الفصل بين الحياة العاطفية والحياة العاطفية والحياة العملية، فبتلاقيهم إن هني عندهم ظروف معينة وهن قادرين على الفصل. فمن أهم النقاط لازم ننتبه عليها، نحن في عندنا حالتين. في ناس بتكبط وبتخفي مشاعرها بطريقة إنه هي بتكون متأثرة، بس لكن هي هذا الشيء عم تخفيه بطريقة معينة، بس بيظهر بطريقة سلوكياتها. يعني نحن مثلا كثير بنشوف أشخاص عم نشوفها انه مثلا هي عندها مشكله معينه، بس هي عم تكبط هذا الموضوع، عم تخفي، ما بدها، نتيجه مثلا هي عندها كبرياء مثلا، ما بيسمح لها انه هي تحكي بالمشاكل اللي عم تمر فيها، او مثلا شماتة او الى اخره في مواضيع معينه بتكون ناتجه عند الاشخاص، ما بدهم يحكوا الشيء اللي عم يمروا فيه. فهذا الشيء بيظهر بسلوكيات معينه. اذا انت بتقومي سلوك الفرد بتلاقي انه هذا الشيء عم يظهر بسلوكيات معينه، مثلا رده فعله العنيفه، رده فعله بمواقف بسيطه بيحولها لمشاكل كبيره. فهذا السلوك حتى لو قد ما كان الشخص عم يكبط، فبتلاقي هذا الشيء بيظهر عندهم بسلوكيات معينه. فانت اذا راقبتي سلوك هذا الفرد بتلاقي ممكن تظهر عندك مظاهر معينه. النقطه الثانيه هو الاشخاص اللي هن قادرين عايشين بتوازن نفسي، وهذا الشيء ناتج عن الصحه النفسيه السليمه. فبنلاقي نحن في هون عندنا توازن نفسي، وبنلاقي هدول الاشخاص قادرين على انه فصل بين حياته العمليه وحياته العاطفيه، فهن قادرين يتجاوزوا المشاكل اللي هن عم يمروا فيها. اكيد هذا الموضوع كثير مهم، والشرح يمكن فيه بيستحوذ وقت اكثر. خلص الوقت استاذ يارا أحمد، أكيد هذا الموضوع كتير بيهمنا، خصوصا بهاي الظروف الصعبة وكتير ناس عم بتعاني منه، سواء أطفال صغار أو كبار. أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها، ونتمنى الصحة النفسية والجسدية والسلامة للجميع. هذا أمل للكل إن شاء الله. شكرا لك أستاذ يارا ولكل المعلومات اللي قدمتيها لليوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا يا أهلا فيك.